مساء الخيرات. قصتنا لليوم هي قصة سيدة اسمها جولي وعمرها 39 عام. هاي السيدة أثناء وجودها في واحد من الفنادق الضخمة مع زوجها واللي اسمه إدوارد وعمره 45 عام، بصير معها حادث داخل الحمام. السؤال المطروح، هل هو فعلا حادث ولا في شيء أكبر من هيك صار داخل غرفة الفندق؟ وقبل ما أبدأ في تفاصيل قصة اليوم، بدي أرجع وأطلب من جميع الأشخاص المشاركين وغير المشاركين معي في القناة وبيحبوا محتوى قناتي إنهم يحاولوا يدعموني ويساعدوني من خلال إنهم يعملوا لي شير للحلقات اللي بيحبوها أو الفيديوهات اللي بتعجبهم على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. إن شاء الله بعد العيد مباشرة رح أبدأ بحملة مدفوعة لترويج للقناة، لكن أنا بحاجة لمساعدتكم أكيد. نسمع التفاصيل بعد الفاصل. القصة هي قصة سيدة اسمها جولي ثيكبن. في الستينات كانت تدرس في جامعة ساذرن ميسيسيبي يونيفرسيتي، وهناك التقت بأحد الأشخاص اسمه إدوارد بوست. تعرفوا على بعض لفترة، وفي عام 1967 تم الزواج، صار عندهم طفلتين، وبعد هيك راحوا على نيو أورليانز وبدأ إد يعمل في مجال العقارات، البيع والشراء، وكان إنسان يعني شخصيته مناسبة جدا لهالمجال لأنه كان معروف عنه أنه متحدث وذكي جدا، لهيك بدأ ينجح. وبعد فترة انضمت إله زوجته اللي هي جولي في نفس المجال. الزوج صار شريك في واحدة من الشركات اسمها واغنر ترو أكس تقريبا بنسبة 10%، وبدوا يبيعوا ويشتروا وصار دخلهم المادي جيد وأوضاعهم ممتازة. وفي شهر 6 من العام 1986 الزوج إد وزوجة جولي كانوا موجودين في سانت لويس ميزوري بيحضروا مؤتمر للعقارات لأنهم أكيد مهتمين بهالمجال. المهم أنه كانوا نازلين بفندق من أفخم المناطق أو الفنادق عفوا في المنطقة، وبتاريخ 3/6 من العام 1986 الزوج بقرر يروح يعمل جوغينج اللي هو الهرولة قبل ما تبدأ الاجتماعات والمؤتمر. بيحكي أنه هو جهز الحمام لزوجته، بالمناسبة هو متزوج له تقريبا 20 عام من هاي السيدة، ما شاء الله عليه، يعني مبين عليه أنه كثير مهتم بزوجته ورومانسي لدرجة أنه جهز لها الحمام قبل الخروج. المهم جهز لها الحمام، صحاها من النوم، وهو طلع من غرفة الفندق تقريبا الساعة 7 حتى يعمل الهرولة. لكن في طريقه للخارج التقى بالموظفة اللي بتكون مسؤولة عن الأجنحة على الريسبشن وشكرها على معلومة أو نصيحة قدمتها إله لزوجته قبل يوم. وبعد هيك وهو كمان على باب الفندق سلم على شخص اللي هو الدورمان اللي بيكون موجود على باب الفندق بالعادة بيستقبل وبينزل الحقائب، سلم عليه وعرفه على نفسه وحكى له أنه أنا رايح أعمل جوغينج. وفعلا راح وغاب تقريبا لمدة 40 دقيقة. بعد ما خلص رجع المفروض على غرفته، وهو نتفاجأ بمصيبة كبيرة انه زوجته على وجهها داخل البانيو، واضح جدا انه هي غرقانة، بيسحبها بيحاول يعمل لها نوع من الانعاش لكن ما بيمشي الحال، عطول بيتصل على رجال الشرطة. إدوارد أو إد اتصل على الإسعاف تقريبا الساعة 7:43 دقيقة، ويبدو أنه الزوج اللي صار معها كالتالي، هي حاولت تدخل على حوض الاستحمام أو البانيو كأنه زلقت رجلها بطريقة معينة، حاولت تمسك الحلقة اللي عادة بيحطوها أعلى الحوض عشان نضع عليها التولز أو المناشف، وكأنه انخلعت هاي الحلقة من مكانها وسقطت جولي مع الحلقة داخل حوض الاستحمام أو البانيو. على طول تم نقل جولي للمستشفى، لكن للأسف الشديد أعلن عن وفاتها بعد فترة قصيرة جدا. أصلا هي كانت متوفية وكان عمرها بهذيك الوقت 39 عام. سبب الوفاة كان هو الغرق حسب رأي الطبيب الشرعي.
على طول إدوارد بيتواصل مع أخوه اللي كان محامي وبيطلب منه إنه يجي على غرفة الفندق. لما يجي أخوه بيبدو يصوروا المكان اللي انخلعت منه هاي الحلقة والحلقة ويأخذوا قياساتها، وبيبدو يهددوا إدارة الفندق، وإحنا بنحكي عن فندق فخم جدا، بأنهم راح يقاضوهم ويأخذوا منهم ملايين الدولارات مقابل هالحادث اللي صار. أخو إد وإد بيهددوا إدارة الفندق بأنهم راح يرفعوا عليهم قضية تعويض بقيمة 450 مليون دولار، لأنهم كانوا مقتنعين أنه سبب الحادث هو هاي الحلقة الضعيفة، لو كانت قوية جدا ولو كانت ثابتة كان ما صار اللي صار وما قتلت جولي حسب رأيهم. على طول بيتم تحويل الجثة للطب الشرعي في سانت لويس، وبعد ما خلصوا منها على طول بيحولوها على نيو أورليانز عشان الدفن. التشريح أثبت عدم وجود أي كحول أو أدوية دراجز داخل جسم هاي السيدة، ما كان في كسور نهائيا في الجمجمة أو حتى نزيف، لأنه المفروض أنه هي لما وقعت إجا رأسها في حوض الاستحمام مثلا صار كسور صار نزيف، ما كان في دليل على وجود هالشيء نهائيا. الباثولوجيست أصدر تقرير بأنه كان اسمه مايكل جراهام باي ذا واي، أصدر تقرير بأنه الوفاة undetermined يعني غير معروفة السبب، مع أنه هو ما كان مقتنع نهائيا أنه الموضوع حادث، لكن ما في عنده أدلة تدل على أنه مثلا جريمة قتل، لهيك خلى سبب الوفاة أو حالة الوفاة بسموها undetermined. وانتشر خبر وفاة هاي السيدة في جميع الصحف المحلية، وبتنتبه سيدة من مكتب المدعي العام كان اسمها دي جويس بتقرأ مقال عن وفاة هاي جولي، وبتكون زوجها يشتغل أيضا محقق في سانت لويس، بتروح بتعطيها المقال وبتحكي له اقرأها، أنا مش مرتاحة للطريقة اللي توفت فيها جولي. وفعلا الزوج أيضا بيقرأ هاي المقالة وبيبدو يشكوا أنه الموضوع أكبر من مجرد حادث، وأنه محتاج أنهم يحققوا فيه على أساس أنه جريمة قتل. بالمناسبة زوج هاي من مكتب المدعي العام كان اسمه جاري. على كل حال إحنا بنحكي عن فندق، وفندق فخم جدا، والآن بيتهدد هالفندق بأنه إيش يطالبوا منه تعويضات، ما رح يسكتوا نهائيا، بيبدوا هم يحركوا القضية وبيبدوا يستأجروا خبراء حتى يتأكدوا فعلا أنه ممكن واحدة بوزن هاي البنت اللي هي جولي تكون قادرة على خلع الحلقة من مكانها، وبدأ التحقيق بهاي الطريقة. جولي كان وزنها تقريبا 120 باوند يعني 54 كيلو جرام، مستحيل انها تعمل هيك او تكون قادرة على خلع الحلقة من مكانها، لانه هاي الحلقة مصممة انها تتحمل اوزان اكثر من هيك. الدليل على ذلك انه احد الضباط والمحققين وكان اسمه ستيف دخل على غرف الفندق، وفي غرف مشابهة تماما للغرفة اللي صار فيها الحادث هو تعلق بكامل وزنه، وكان وزنه تقريبا 220 باوند يعني 99 كيلو، تعلق كامل بواحدة من هاي الحلقات على أساس أنه تنخلع من مكانها، وما انخلعت نهائيا بأكثر من غرفة. وبناء على هاي الشكوك وهاي التجربة بدوا يحققوا في ماضي هالزوج وعلاقته مع زوجته، عرفوا من خلاله انه علاقته ممتازة فيها، لكن لما بحثوا في الامور المادية انتبهوا لنقطة مهمة جدا، انه هو قبل وفاتها بشهر واحد فقط زاد قيمة وثيقة التأمين، وصلها تقريبا ل 700 ألف دولار، اتوقع انه زادها حسب بعض المصادر 400 ألف، يعني هي كانت 300 وزادها 400. المهم انه استغرب المحققين، يعني هي في النهاية ما بتكسب اكثر من 20 ل 30 ألف دولار بالسنة، ليش عليها قيمة تأمين ضخمة بهاي الطريقة؟ ايضا لما بحثوا في علاقات هالرجل عرفوا انه هو على علاقة مع سيدة متزوجة، شو طبيعة العلاقة ما حد بيعرف، كان اسمها كيم. الغريب انه في يوم جنازة زوجته بيحكي لهاي السيدة، كان لها أخت توأم، بيحكي لها أنه يا ريت بعد ما ينتهي كل هالموضوع تحاولي أنك ترتبي لي موعد أو علاقة مع أختك التوأم،
يعني لا الوقت مناسب ولا الظرف مناسب. لهيك المحققين بدوا يشكوا أنه ممكن يكون الهدف في النهاية أنه يخلص من جولي ويبدأ علاقات جديدة في حياته. أيضا من الأمور اللي أثارت شكوك المحققين أنه كل مرة كانوا يسألوه عن الحادث كان يعيد نفس التفاصيل تماما وكأنه حافظها حفظ، يعني كأنه بيسمع شيء معين. هاي الأمور أيضا أثارت شكوك المحققين. فكرة أنه هو في الصباح قبل ما يغادر الفندق مر على الموظفة وشكرها ومر على الدورمان وتكلم معه وعرفه على نفسه أثارت شكوكهم، وكأنه بيحاول يخلق لنفسه حجة غياب وبيحاول يعرفهم أنه بهاي الفترة بالذات أنا كنت موجود داخل أو عفوا خارج غرفة الفندق. وفعلا الكلام منطقي، شو علاقة الدورمان بأنك تعرف عن نفسك باسمك وتحكي له أنا رايح أعمل جوجينج؟ شو علاقته هو، ليش بده يكون مهتم بأنك تعمل جوجينج أو لا؟ هيك صار إد هو المشتبة فيه الأول في قضية مقتل زوجته، وبدوا يعملوا اختبارات ضخمة جدا حتى يتأكدوا إذا كانت سيدة بحجم جولي ممكن تكون قادرة على خلع هاي الحلقة من مكانها أو لا. أول شيء عملوه كمان إنهم رجعوا واستخرجوا الجثة حتى يعملوا تشريح ثاني إلها، لأنه في المرة الأولى التقرير ما كان حاسم نهائيا. المهم لما فكروا إنهم يستخرجوا الجثة كان عندهم مشكلة، واللي هي إنه هاي المنطقة اللي دفنت فيها جولي كان بالعادي يجيها ماء، يعني ممكن المياه تدخل على القبور، لهيك بعض القبور كانوا يدفنوها أو يعملوها أعلى الأرض. لكن للأسف الشديد جولي كانت مدفونة تحت الأرض وكانوا خايفين فعلا لما يوصلوها تكون غارقة في المياه، وأكيد هالشي بيأثر على تقرير الطب الشرعي. ولما حفروا قبرها لجولي اللي كانت مدفونة داخل تابوت من الخشب فعلا كان القبر تقريبا غارق في المياه، منطقة الأقدام كاملة غارقة في المياه، لكن لحسن الحظ إنه الجمجمة كانت سليمة تماما وما وصلها أي شيء من المياه. بيرفعوا هالتابوت وخلال رفعه بيتحطم طبعا لأنه يعني غرقان في المياه أصلا. المهم أنه بتتأثر منطقة الأنف عندها، لكن باقي الجثة أو باقي الجمجمة بتكون سليمة بدون أي مشاكل، وبيبدأ تشريح الجثة للمرة الثانية. انتبهوا في هاي المرة على مجموعة كبيرة من الكدمات على جسمها ما كانت موجودة في التقرير الأول، وهالشي عادي جدا باي ذا واي طبيا، يعني لأنه بيكتمل نمو أو تشكل هاي الكدمات حتى بعد الوفاة. من الكدمات اللي كانت ملفتة للنظر هي موجودة خلف الرأس عند منطقة الرقبة في المنطقة الخلفية، والطبيب الشرعي أكد أنه هاي الكدمات نتيجة الإمساك باليد وكمان بإبهام الأصبع. على طول خطر عبالهم أنه هو كان يضغط على رقبتها داخل المياه بهدف إغراقها في حوض الحمام. المدعي العام اللي عمله أنه استخدم أو طلب مشورة أحد الأشخاص اللي بيرجعوا بيعملوا زي ريكونستركشن، إعادة بناء لمسرح الجريمة، وفعلا استخدم شخص كان اسمه بولر كيسلي، وهالشخص رجع ومثل مسرح الجريمة باستخدام سيدة كان وزنها تقريبا نفس وزن جولي، وحاول بأكثر من طريقة لكن بدون أي نتيجة. هاي السيدة واللي كانت بطول ووزن جولي حاولت أكثر من مرة أنها تمثل عملية الوقوع، تسحب هاي الحلقة بدون ما توصل أو بدون ما تنخلع نهائيا، حتى أنه طلب منها أنها تحاول تشيلها من مكانها، يعني تحركها يمين ويسار، وبعد جهد قوي جدا فعلا انكشالت هاي الحلقة من مكانها. في النهاية استنتجوا أنه الحلقة قوية جدا، مجرد سقوط عادي لا يمكن أنه يخلعها من الحائط، حتى أنه وصل لنتيجة فيزيائية أنه هي لازم تكون سقطت من ارتفاع 64 قدم ومسكت الحلقة حتى تسقط، وارتفاع الغرفة كله أصلا لا يزيد عن 8 قدم. أيضا المدعي العام استعان بخبرة أحد البروفيسورات كان اسمه دكتور ويليام واينز من جامعة نبراسكا، وهو مهندس ميكانيك، وكان مطلوب منه يعرف كم حجم القوة اللي بيحتاجها حتى تنخلع هاي الحلقة من الحائط، ووصل لنتيجة أنه
هم بحاجة لقوة تقريبا من 480 ل 500 باوند حتى يشيلوا هاي الحلقة من الحائط، وبالتالي مستحيل تكون هي جولي. وانتبه دكتور ويليام لشغلة مهمة جدا، واللي هي انه الحلقة هاي نفسها كانت متأذية، قاعدة الحلقة وجزء منها كان متأذي، وبدأ يبحث ليش تأذى هالجزء بالذات، وعمل مجموعة من التجارب، عمل تقريبا 23 تجربة، وفي التجربة 24 تشكل عنده نفس الأثر اللي تشكل من الموجود في هاي الحلقة من حادثة جولي، وعرف انه في شخص كان يحاول يخلع هاي الحلقة من مكانها وهو موجود خارج البانيو، على الأغلب كان واضع رجله على طرف حوض الاستحمام ويسحب فيها بهدف خلعها من المكان. ولما رجع المحققين ودرسوا كمان الأوضاع المادية عرفوا أنه بهذيك الفترة نيو أورليانز بالذات كانت تعاني من بعض الركود، خصوصا في مجال العقارات، كثير من الأعمال تأثرت والأغلب كانت هي العقارات. هون هو بده يخسر تقريبا، لأنه كان شريك بنسبة 10%، بدها تكون خسارته مش بسيطة نهائيا، فتوقعوا أنه الهدف في النهاية إنه يعوض خسارته في العقارات من خلال وثيقة التأمين. أيضا عرفوا إنه كان يصير بينهم خلافات، مش زي ما حكى هو إنه علاقتهم جيدة، لا، كان يصير بينهم خلافات، وأحيانا كانوا يضربوا بعض، يصير فيزيكال يعني العنف بينهم، وهالشي كله أكيد أخذوه من أفراد العائلة والأصدقاء. بالإضافة لبعض المعلومات اللي حصلوها من السيد اللي كانت تعمل عنده، واللي هي كم إنه بالفترة الأخيرة وقبل وفاة جولي كان كتير يحاول يتقرب منها بطريقة ملفتة، يحاول يغريها بأنه هو قادر على أنه يوفر لها حياة أفضل من الحياة اللي بيوفر لها إياها زوجها. وكالعادة السيناريو اللي وضع المدعي العام أنه هالشخص كان بده يتخلص من زوجته لأسباب مادية بسبب علاقته بهاي السيدة، كم بده يصير فري عشان يعني إذا في عندها تفكير فيه يتفكر بعد هيك، خصوصا أنه الآن شخص غير متزوج، أو حتى إذا مش هي أختها، هيك كانت الفكرة. المهم بناء على هالشي قرر انه يقتل زوجته داخل الفندق، وكمان ياخذ تعويض من الفندق على اساس انه تمت الوفاة بسبب يعني تقصير من ادارة الفندق. رتب الخطة كالتالي، بانه خنقها، بعد هيك طلع امام الموظفين، خلق لنفسه حجة غياب، راح عمل جوجينج، وبعدين رجع وادعى انه هو وجدها مقتولة داخل حوض الاستحمام. وبعد 3 سنوات على وفاة جولي بتم محاكمته، وتوجه إله تهمة جريمة القتل من الدرجة الأولى. ما أقر بذنبه نهائيا، دافع عن نفسه أمام هيئة المحلفين، وإحنا بنحكي عن شخص متعلم وسيلزمان ومجال العقارات، كان اللانجوج اللي استخدمها قوية، لكن كان إلها ردة فعل عكسية على الناس الموجودين وحتى هيئة المحلفين، بأنه كان فيها نوع من التعالي والفوقية في التعامل مع الناس الموجودين داخل المحكمة. في النهاية هو وجد مذنب بجريمة قتل من الدرجة الأولى. بعد مداولات دامت لمدة يوم كامل، حكم عليه بالسجن مدى الحياة بدون أي إمكانية لإطلاق سراحه، وأكيد استأنف وعمل حاول عدة محاولات إنه يعيد المحاكمة، وفعلا صار هالشي. المحاكمة الأولى صارت في عام 1989، رجعوا أعادوا محاكمته في العام 1992 بناء على معلومة وصلت للمحكمة أنه بعض الضباط اللي كانوا المفروض بيحققوا في قضية إد كان في إلهم لقاء ويحتفلوا مع بعض أعضاء هيئة المحلفين. المهم أنه تم إعادة المحاكمة في عام 1992. في هاي المحاكمة بينقلب الأخ اللي هو المحامي على أخوه، لأ، وكمان واحدة من بناته بتشهد ضده. بنته اللي اسمها ستيفاني لما كانت تشهد بكت بشدة أمام هيئة المحلفين وعلى المنصة، لأنه بهذيك الفترة هي كانت، العفو منكم، متعرضة لحادث اغتصاب وكان بسببه عملية إجهاض. المهم أنه بدأت تحكي عن تصرفات والدها السيئة، وأنه كان يعنفهم أحيانا هم كبنات، وحتى يعنف والدتها، وأنه في عام 1985 جولي كانت تفكر في الطلاق،
وبدأت تمهد لبناتها إنه أنتوا راح تتركوا المدارس الخاصة وتروحوا على المدارس الحكومية، أكيد كنوع من توفير النفقات. وبيرجعوا بيعملوا له محاكمة ثالثة بناء على أنه شهادة بنته كان فيها نوع من الخطأ. المهم في المحاكمة الثالثة هون بيعقدوا معه اتفاق، وهي أنه يعترف بجريمة القتل مقابل الحصول على سجن 30 عام مع إمكانية لإطلاق سراحه، لأنه في المرتين السابقات ما كان في أي إمكانية لإطلاق سراحه، وبيقبل هالديل. في المرة الثالثة بيعترف فعلاً إنه هو أغرق زوجته، لكن بلوم حبوب معينة كان يتناولها بهذيك الفترة إلها علاقة بالرجيم. ما بعرف شو علاقة حبوب الرجيم بأنه ينفذ جريمة قتل. بيعتذر لعائلة جولي وكمان بيعتذر لبنته. المهم إنه بيحكم عليه بالسجن لمدة 30 عام. في عام 2014 تم إطلاق سراحه وكان عمره 69 عام. بدي أحكي بس شغلة مهمة، إنه أثناء وجوده في السجن ما كان حد يزوره نهائيا غير والدته اللي كانت كبيرة في العمر. علاقته مع جميع أفراد عائلته تقريبا انقطعت. وآخر معلومة بحب أحكيها بالنسبة لستيفاني اللي هي بنته، تزوجت من طبيب يعمل في جماعة أطباء بلا حدود، وكان هالطبيب حريص على إنه يحضر جميع الجلسات اللي بيطلب فيها إطلاق سراحه، طبعا قبل إطلاق سراحه حتى ما يعطوه فرصة لإطلاق سراحه، لكن في النهاية في عام 2014 حصل على اللي بده إياه. وأتوقع أنه انتبهتوا أنه الطمع الزائد هو اللي كشفه كقاتل. يمكن لو أنه ما حاول يطالب إدارة الفندق بتعويض كان مشت الأمور على أساس أنه حادث. طبعا هو في النهاية رح ينكشف، لكن كان طمعه يعني سبب سريع للكشف عنه. المهم كانت هاي نهاية قصتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم. ياريت لو عجبتكم تحطوا لي لايك، تشتركوا معي في القناة وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم أي فيديو جديد. ضروري جدا رجاء اللي بيشوف الحلقات وبتعجبه ياريت تشتركوا معي حتى تدعموني. إلى اللقاء.